بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 17 في مدارسة كتاب أحاديث الفتن والحوادث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قول ابن صياد له: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له؟ قلت: بلى. قال: فقد ولد لي. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة، وها أنا أريد مكة. ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنه يهودي وقد أسلمت، إلى آخره. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، جاءت له قصة، وتتعلق القصة بعبد الله بن صياد، وهو شاب يهودي كان يتكهن، فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وظن أنه هو الدجال، فخرج إليه عليه الصلاة والسلام ينظر ما معه، وكان يتلصص له وراءه وراء جذع النخل، فقالت له أمه، وقد كان ألقى على عليه خميصة يتكهن بها، قالت: إيه، أي صاف، انظر محمدا. فكشف الغطاء وخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، وقال: يأتيني صادق وكاذب. فعرف النبي أنه كاهن، ولهذا قال: اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئا. وقد خبأ له النبي سورة الدخان، فألقاها الشيطان على قلب ابن صياد، قال: هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: دعني فلا أضرب عنقه يا رسول الله. قال: إن يكن هو، أي الدجال، فلن تسلط عليه. شاع ذلك بين الناس أن ابن صياد ربما هو الدجال، حتى كان في عهد أبي سعيد الخدري خرج ومعه جماعة من المدينة يريدون مكة للعمرة، وكان معهم عبد الله بن صياد. هذا يقول أبو سعيد: فأصابتني منه ذمامة، يعني وحشة، في الطريق والناس يتجنبون ابن صياد. جاء ابن صياد بمتاعه إلى أبي سعيد، أي جعل فراشه بجوار فراش أبي سعيد، فاستوحش منه. قال: يا أبا سعيد، يا صاحب رسول الله، إن الناس قذفوني وقذعوني يظنون أني الدجال، ألم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يولد له؟ قال: بلى. قال: وأنا لي ولد، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة؟ قلنا: بلى. قال: أنا ها أنا خارج من المدينة متجه إلى مكة. قال: فما زال بي حتى رققت له، أي أشفقت عليه،
ثم قال: وهذه هي الموجعة. قال: والله إني لا أعرفه، وأعرف من أين يخرج، وأعرف من أين يخرج، أما والله لا أعلم أين هو وحيث هو، وأعرف أباه وأمه. فقلت له، يقول أبو سعيد: أيسرك أنك ذاك الرجل، أي الدجال؟ فقال: لو عرض علي ما كرهت، لو عرض علي أن أكون الدجال لقبلت ولم أكره. فقلت له: بعدا لك. ابن صياد هذا غاب عن المدينة 60 في وقعة الحرة ولم يعرف له أثر، وكان يحلف من الصحابة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الدجال عمر وجابر وابن عمر، يحلفون بالله أنه هو الدجال، والنبي يقرهم ولا ينكر عليهم. وما ذكره من هذه الأحوال سائغة في حقه قبل أن يدعي هذا الدجل، فإذا ادعى الدجل وأيد بالخوارق حرمت عليه مكة والمدينة. والمصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب اقتصر على رواية أبي سعيد ما لها علاقة بهذا الموضوع، يلمح إلماحة ويشير إشارة إلى أن الدجال هو ابن صياد، لكن حال ادعائه إياها ليس هو، حال ادعائه إياها يكون في زمن غير ذلك الزمان وبغير تلك الحال. نعم. وله قول حفصة لابن عمر رضي الله عنه: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. نعم، ابن عمر رضي الله عنه لقي عبد الله بن صياد في أحد طرق المدينة، وكان ابن عمر يحلف أنه هو الدجال، وكان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عصا، فضرب ابن صياد لشدة ما في نفسه تجاهه، فانتفخ حتى سد الطريق، وفصل بينه وبين ابن عمر، فدخل على أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، وكان منتفخ الوجه، أي ابن عمر محمر، وبلغها الخبر أنه لقي ابن صياد وضربه، فقالت له: ما لك وله يا أخي؟ دعه، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يخرج إثر غضبة يغضبها؟ دل على أن من أسباب خروجه غضب يقع في نفسه، فيكون باعثا لانتقاله من حال الخفاء والستر إلى حال الإعلان، إلى حال الإعلان والظهور. هذا في خبر عبد الله بن صياد، وفي خبر أنه أن الدجال يخرج إثر غضبة يغضبها. نعم. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. نعم. وله عن الدجال مر معنا في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية 10 الآيات الأخيرة. وهذه إلماحة من المصنف إلى الأسباب العاصمة بإذن الله من فتنة الدجال. ولهذا لو سئلت أيها المسلم: ما الذي يعصم من فتنة الدجال؟ ما هي العواصم للناس من شره؟ كيف يعصم الناس منه؟ جاءت الأحاديث بأنواع من العواصم، فمنها
الهروب منه، هذا أول العواصل، أن من سمع بالدجال خرج فليهرب ولأن ينأى يبتعد عنه. والزمان كما ترون زمان الانشغال بما لا يعني الإنسان. أعطيكم مثل، لو يرتفع هناك في ناحية المسجد صوت لذهب الناس إليه، إما بأعناقهم أو بأبدانهم. ليه؟ باب ما جاء في اللقافة والتطفل، لقلة العقل وضعف العلم. ومن حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال خرج فلينأ عنه، أي فليهرب منه، أي لا يتعرض لفتنته. ثم قال: فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، من باب التطفل وحب الاستطلاع كما يقال. فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه. السبب الثاني من أسباب العصمة من الدجال التمسك بالإيمان وبالتوحيد، وأن لا يزايد الإنسان على دينه مهما عظمت أنواع الصوارف والمغريات والملهيات، مهما تنوعت الشبهات والشهوات. دينك رأس أمرك، دينك سعادتك، لا تجامل عليه ولا تزايد عليه. وفتنة الدجال متجهة إلى أصل الدين وإلى عقيدتك برب العالمين، حيث يدعي الدجال أنه ربك، فإن أذعنت له بذلك أو شككت بربك فإنك كافر بالله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن دينك وعقيدتك لا تقبل عليها أي مزايدة. تنازل بالدنيا، تنازل بالوظيفة، تنازل بمالك، إلا دينك لا تقبل فيه المنازلة والمزايدة، ولا تقبل فيه أن تبيعه. السبب الثالث العاصم من فتنة المسيح الدجال الإيمان بأسماء الله وصفاته إيمانا ثابتا حقيقيا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من عرف الله بأسمائه الحسنى وعرفه بصفاته العلى لم يلتبس عليه هذا الدعي الكذاب الدجال. ولهذا تعرف الله إلينا في كلامه القرآن بأسمائه وصفاته، وعرفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا يلتبس أمر الدجال علينا. ومن ذلك أن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وكمالا وعظمة. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. يعني لا يلتبس عليكم الدجال بدعواه أنه رب العالمين وما معه من الخوارق بربوبية ربكم، فإن الله في ذاته ليس بأعور. ومن ذلك أيضا أن الدجال في الدنيا يرى، وربنا جل وعلا لن يرى في الدنيا. لماذا؟ لماذا الله لا يرى في الدنيا؟ ها يزول، لماذا ربنا لا يرى في الدنيا؟ ها؟ لا نرى الله في الدنيا لعجز فينا لا لخفائه سبحانه،
لا نرى الله في الدنيا لأننا لا نتحمل ولا نطيق لعجزنا وضعفنا. قال الله عن كليمه موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل الأصم الأشم الجلد لم يطق تجلي ربنا جل وعلا، فكيف بالمخلوق؟ وموسى على قوته وشدته خر صعقا من تدهده الجبل. إذن لا نرى الله في الدنيا لا لخفائه سبحانه ولكن لضعفنا وعجزنا. والدجال يرى في الدنيا، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، في رواية واعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج لم يرى ربه بعيني رأسه لضعف النبي لا لخفاء الله. ولهذا سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم أرأيت ربك ليلة المعراج يا رسول الله؟ قال نور أنا أراه، وفي لفظ رأيت نورا، وهو حجابه سبحانه، فإن حجاب الله النور أو النار، لو أحرقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته لم يخف عليه الدجال. ولهذا ذلك الشاب المؤمن العالم التقي الذي هو خير أهل الأرض وأعظم الناس شهادة عند الله إذا سمع بالدجال يبرز إليه ويتجه إليه ليفضحه ويكشف كذبه مع عظيم ما يناله من البلاء. لماذا؟ لأنه لم يخف عليه ربه من هذا الدعي الكذاب الدجال. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبعها ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، فيبقى في العرصات هذه الأمة فيهم المنافقون، فيأتيهم ربهم جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. كيف نعرف ربنا؟ كيف نعرفه؟ بما تعرف الله به إلينا من أسمائه وصفاته. فإذا جاءهم ربهم بغير الصورة التي آمنوا بها قال أنا ربكم، قالوا أنت لست ربنا، مع أن دار الآخرة ليست دار عمل وليست دار امتحان، لكن لأنه جاءهم بغير الصورة التي يعرفون. من باب أولى أن المؤمنين يكذبون الدجال لأن صورته ليست كصورة الله. ومن ذلك أيضا الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. الدجال مولود من أبوين والله جل وعلا لم يلد ولم يولد. الدجال دميم مسخ في خلقته، وربنا جل وعلا جميل كامل في جماله وسؤدده. إذن من عرف الله بأسمائه وصفاته لم يلتبس عليه ولم يخفى عليه كذب هذا الدجال. السبب الرابع من الأسباب العاصمة من فتنة المسيح الدجال أن من أدركه فليقرأ عليه فواتح وخواتيم سورة الكهف كما دل عليه حديث النواس ابن سمعان وأبي الدرداء رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال، لما فيها من ترسيخ أمر التوحيد
والإيمان والثبات على دين الله، فإن الفتية الذين دخلوا الكهف ما سبب خروجهم عن أقوامهم؟ هو ثباتهم على توحيد الله وعدم قبولهم المزايدة على دينهم وعقيدتهم. السبب الخامس العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال التعرف عليه بما عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالعلم، فإن العلم الموروث عن الله ورسوله كاشف فاضح لهذا الدجال ولزخرفته وشبهاته وشهواته وافتتان الناس به. ولهذا العلم الشرعي الصحيح يرفع صاحبه ويثبت الله به قلبه وجنانه. السبب السادس العلم بكشف الشبهة، فإن الدجال له شبهات لكنها لا تنطلي على أهل العلم، إنما تنطلي شبهاته ودجله على أهل الجهالة من ضعاف الإيمان أو عديم الإيمان السبب السابع العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال أن من بلي به وآذاه وتسلط عليه فليثبت على دينه، فإذا خيره الدجال بين جنته وناره فليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أدركه منكم، أدركه يعني جاءه الدجال وافتتنه، فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليأتي ناره فإنها ماء بارد. السبب السابع أو الثامن السبب الثامن العاصم من الدجال شدة الابتعاد عنه، يبتعد عنه ولا تحدثه نفسه بأن يلقاه، فإن الرجل مأمور بأن ينأى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال خرج فلينأى عنه، أي يبتعد، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه. وسيربط المؤمن أمه وبنته وزوجته وأخته بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبع الدجال، أن يخرج فيتبع الدجال. السبب التاسع من أسباب العصمة منه ومن شره وفتنته دعاء الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه والانكسار بين يديه ألا يبلغنا زمانه وألا يفتننا به وألا يسلطه علينا، فإن من رغب إلى الله بذلك حقا وصدقا فالله جل وعلا وعد داعيه بالإجابة. السبب العاشر العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال التعوذ بالله منه ومن شره دبر كل صلاة، فرض أو نفل؟ ها، فرضا ونفلا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي صالح حديث طاووس بن كيسان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. أمرنا أن نتعوذ من هذه الأربع لأن فيها المنجى والمعصم وفيها وقاية هذه الفتن.
كان طاووس بن كيسان يقول لابنه عبد الله بن طاووس، وهذا من تأديب السلف أولادهم، قال: يا بني، أتعوذت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإن قال: لا يا أبي، نسيت، قال: قم فأعد صلاتك. لا لأن التعوذ منها واجب، ولكن من تعويد السلف أولادهم ما به نجاتهم. وأعظم النجاة، النجاة من أين؟ من الفتن. وأعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال. ولهذا حري بالمؤمن، خصوصا نحن في آخر الزمان الذي يمكن الدجال يظهر علينا غدا أو بعد غد، أو لا نشيب إلا وقد ظهر، حري بنا أن نلح على الله استعادة من شره ومن فتنته. ومن ذلك الأخذ بهذه الوصية النبوية المحمدية: تعوذ بالله من دبري، تعوذ بالله دبر الصلاة من هذه الفتن. وحق أن من استعاذ بالله أن يعيذه الله، وأن من لجأ إلى الله أن يلجئه الله، وأن من استجار بالله أن يجيره الله. هذه أيها الإخوة، أيها المسلمون، يا من تريد نجاتك وعصمتك من الدجال، عشرة أسباب، عشرة عواصم، عشر عواصم دلت عليها الأدلة أنها واقية بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. نعم. وله عن عمرو بن ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم. قال: وله، أي لمسلم، عن عمرو بن ثابت ابن الضحاك عن الصحابة، لأنه رواه عن غير واحد، والحديث في الصحيحين عن من؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا، أي للصحابة، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن لا يلتبس عليكم الدجال، لأنه يرى في الدنيا، والله جل وعلا لا يرى. الدجال يقتل، من يقتله؟ المسيح ابن مريم. وربنا جل وعلا حي، لا يلحقه لا موت ولم يسبقه فناء. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. وفي رواية: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إلا الغرقد استثنى منصوب. نعم. وفي رواية: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث، هذان الحديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، رواهما مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود، أن يقع بينكم وبين اليهود قتال، وقد وقع ما أخبر النبي، وسيقع أيضا إلى أن يتم الأمر ويستتم ويعظم إذا صار اليهود في عسكر الدجال، وصار المسلمون في عسكر المهدي، وينزل عليهم عيسى. حتى إن هذه المقاتلة يفزع فيها الحجر والشجر للمؤمنين، فيسلط الله المؤمنين على اليهود، الأمة الغضبية التي استوجبت غضب الله، الأمة الملعونة التي استوجبت لعائن أنبياء الله ورسله بعصيانهم، الأمة المحرفة المبدلة التي اشترت بآيات الله ثمنا قليلا، الأمة المتعالية المتكبرة التي قالت: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. سيسلط الله عليهم عباده وأولياءه المؤمنين الموحدين، حتى إن الحجر، كل الحجر ينادي: يا مسلم، هذا وراء يهودي فاقتله. وجميع الشجر إلا الغرقد،
وذلك لأن أذى وضرر اليهود ينال حتى الأحجار والأشجار والجمادات، وسيكون اليهود كما سمعتم جندا للدجال. نعم. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي عمرو الشيباني عن أبي زرعة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لا عن إسماعيل بن رافع عن أبي عمرو الشيباني زرعة. نعم أحسن. عن إسماعيل بن رافع عن أبي عمرو الشيباني زرعة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال زرعة أحسن إليك ولا أبي زرعة؟ لا زرعة أحسن الله عملك. عن أبي عمرو الشيباني زرعة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله. لا هو اسمه يحيى ابن أبي عمرو، يحيى ابن أبي عمرو أبو زرعة الشيباني عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان. يكون الإسناد هكذا: عن علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع عن أبي زرعة يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن أبي أمامة الباهلي وهو سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي زرعة يحيى بن عمرو الشيباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه وحذرناه، وكان من قوله أن قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج عليكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي. وإن يخرج من بعدي فكل حجيج بنفسه. أي نعم أحسن الله عملك. وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله يا أيها الناس فاثبتوا، فإني ساصف لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه شاهد لما سبق من الأحاديث، فإن مضامينه تكررت، ومن مضامينه أن أشد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا من الدجال من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه خارج لا محالة في أمته، وأن الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، هو أعظم الفتن أي أشنعها وأشدها وأكبرها، وكل فتنة قبل الدجال تهون عند الدجال على عظيم الفتن. دل ماذا؟ على فظاعة وشناعة فتنته التي لا يضمن الإنسان فيها أن ينجو، ودل أيضا على أنه على أن النبي أخبرنا عنه خبرا لم يخبره نبي قبله أمته، وهذا من كمال وتمام نصح نبينا لنا وشفقته وإحسانه إلينا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه سيخرج على حين غرة خلة بين الشام والعراق. ثم قال إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه أي للدجال نبي قبلي، فاسمعوا لهذا الوصف النبوي لشره وفتنته. نعم. إنه يبدأ فيقول أنا نبي وإنه لا نبي بعدي، ثم ينثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ذكر أن الدجال يبدأ فيدعي النبوة، قبل النبوة يدعي أنه من الأولياء ويصدقه الأغرار الجهال، صدقوا آلاف الأولياء الآن أحياء وأمواتا وليس معهم أي خارق من خوارق العادة،
فالدجال أشد من هؤلاء، ثم يزداد فيدعي أنه نبي، يدعي أنه نبي، لأن الله يؤيده بخوارق يمتحن بها الناس ويختبرهم، فيزداد شره إلى أن يدعي أنه رب العالمين، أي أنه في غلو وفي زيادة. نعم. ولا ترون فيقول أنا ربكم، فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني متعلم وغير متعلم، قارئ وغير قارئ. نعم. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف. هذه من أسباب العصمة منه، أن من ابتلي بناره، ابتلي بعذابه تسلطه عليه، فليثبت على دينه وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لأنها سبب للعصمة منه. نعم. فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، أرأيت إن بعثت، إن بعثت لك أباك وأمك، يعني أحييت لك أباك وأمك. أحسن الله عملك. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك، فيقول نعم، فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة يقتلها ينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي فإنه أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فبعثه الله تعالى فيقول له الخبيث من ربك، فيقول ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. من هذا؟ هذا الشاب الموحد المؤمن الصالح الذي هو خير أهل الأرض وقت الدجال، الذي هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا المؤمن الشاب ملئ إيمانا، إذا سمع بالدجال خرج، برز إليه واتجه إليه. لماذا؟ ليفضحه وليثبت أنه كذاب. في اتجاه هذا المؤمن للدجال تقبض عليه مساليحه، حرسه الذين معهم السلاح يقبضون على هذا الشاب، فيقولون ألا تؤمن برب، أين تريد؟ قال أريد هذا الأعور الكذاب. فقالوا أولست تؤمن أنه ربنا؟ قال ليس بالله، بربنا خفى، ولكن هذا كذاب. فيذهبون يريدون أن يقتلوه، فيرجع بعضهم الأمر إلى من هو أعلى منهم، يقول لا تقتلوه حتى تستأمروا فيه ربكم، فلا يزال يرفع إلى أن يبلغ الدجال، فيرغبه ويمنيه ويثبت هذا، ولا تهزه مغريات الدجال ولا شهواته ولا شبهاته. لماذا؟ لإيمانه وعلمه. ثم ينتقل معه إلى ماذا؟ إلى الترهيب والتهديد، فيهدده بالقتل، فلا يزال مصرا على أنه الكذاب، فيؤمر بالمنشار، فينشر ما بين مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه قطعتين، فيذهب بينهما ذهابا وإيابا، ثم يقول عد كما كنت. هذا يقول للناس هذا عبدي أمته ثم أحييته، يقول الآن بعدما أحييتك وكنت قد أمتك ألا تؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط على أحد بعده بعده، وهذا أعظم الناس عند الله شهادة. يذهب يريد أن
يقطع رقبته فلا تمضي السكين، ما بين ترقوته إلى عنقه كلها كالنحاسة، فيأخذه من رجليه ويلقيه كأنه ألقاه في ناره، وإنما أدخل الجنة. ولهذا أهل العلم وأهل الإيمان أشد الناس على الدجاجلة. مضى معنا أتباع الدجال، وقلنا من أتباعهم من؟ ضعاف الإيمان وضعاف العلم من أتباع الدجال يا أيها الإخوة الخوارج، نعم، لقلة علمهم وضعف عقولهم وضعف إيمانهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج يخرجون في كل قرن إلى أن يخرج بقيتهم فيتبع الدجال. نعم، غلب عليهم الدجال بشبهاته وبمكره، غلب عليهم بشبهاته ومكره حتى صدقوا أنه ربهم، لأن العلم عندهم ضعيف والإيمان قليل والعقل خلف الله ما في عقل، حماسة مندفعة بغير علم وبغير عقل، ولهذا هم ضحايا هذا الدجال، كما أنهم الآن وفي كل آوان ضحايا الكذبة الدجاجلة من جهال أمثالهم، يلعبون بعواطفهم ويدرونها حتى يوجهونها ضد المسلمين وخدمة لأعداء المؤمنين. ولهذا قال فيهم عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون من؟ أهل الأوثان. يسلم منهم المجوسي، يسلم منهم المشرك، يسلم منهم اليهودي والنصراني، ولا يسلم منهم الصحابي ولا المؤمن ولا العالم، وهذا شأنهم قديما وحديثا. نعم. قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. من هو هذا الشاب المؤمن الذي ثبت على دينه ولم يضله الدجال ولم يزيله عن إيمانه حتى بعد امتحانه؟ ولهذا هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هل هو أفضل من الصحابة؟ الجواب لا، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف، لكن هذا فيه دليل على المسألة الجليلة، أنه قد يأتي بعد الصحابة من هو أعظم أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليتي أرى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني، لم يأتوا، آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر كأجر 50 منكم. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لثباتهم على دين الله عند دلهام الفتن والخطوب وثباتهم على ذلك. أما شرف الصحبة فلا ينالها أحد أبدا إلا الصحابة. ومع ذلك يقول أبو سعيد وغيره: كنا نظن أن هذا الرجل الذي هو أعظم الناس شهادة أنه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ظنهم لما عرفوا من إيمان عمر ومنزلته وتقدمه، ومع ذلك مات عمر قبل الدجال فلم يكن هو. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر في عبد الله بن صياد: إن يكن هو، أي الدجال، فلن تسلط عليه، فلن تسلط عليه. نعم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مضى لسبيله. قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه، فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. من السائمة؟ البهائم التي ترعى، الإبل والبقر والغنم، حتى الدجاج. نعم، حتى الدجاج، لأنها ترعى حول البيوت. إذا ردوا عليه دعوته
أمر السماء فأمحلت والأرض فأجدبت حتى إن السارحة سارحتهم تروح عليهم هلكاء. وهذا من البلاء أن الله يفتنهم بدنياهم ليمتحنهم على دينهم، يثبتوا أو لا يثبتوا. نعم. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته. معنى السيوف صلته أي ممدودة مشرعة عليه تمنعه من دخول مكة أو المدينة من أي فج أو طريق من طرقها. نعم. حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. عند الضريب الأحمر أي الجبال الحمر الصغار، وهذه الجبال أعرفها شمال هذه الأرض السبخة، شمال الجرف الحي المعروف في شمال وادي العقيق في المدينة. نعم. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى ثلاثة رجفات. نعم. أحسن الله عملك. فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. يدعى ذلك اليوم الذي رجفت فيه المدينة ثلاث رجفات حتى خرج من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة ليتبعوا الدجال، يسمى بيوم الخلاص أي خلوص المدينة من أهل الشر فيها من شوائبها. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير أي النار خبث الحديد أي الشوائب اللاصقة بالحديد. نعم. أحسن الله إليك. فقالت أم شريك بنت أبي العكر رضي الله عنها: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح. العرب قليل يقلون في آخر الزمان. من من العرب الذين يقلون جدا؟ الأنصار الأوس والخزرج، وهم أقل العرب وقتئذ. ولهذا الأوس والخزرج الأنصار يقلون ويكثر الناس، وهم أقل العرب بالنسبة إلى قلة العرب إلى غيرهم. والباقي البقية من العرب في بيت المقدس أي المؤمنون، وإمامهم رجل صالح هو المهدي الذي سيجعل له الشيخ بابا مستقلا في ذكر أحاديثه. وأين هم؟ في أفضل الأرض وقتئذ في بلاد الشام، لأنها أرض الجهاد في الملاحم العظمى مع اليهود ومع المشركين والكفار. نعم. وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام يصلي بالناس. طيب، إذا نزل عيسى عليهم ألا يصيبهم هذا بالاضطراب والمفاجأة؟ الجواب: لا، لأن من صلاحهم علمهم، فهؤلاء أتباع هذا المهدي الصالح قوم صالحون بسبب العلم، فهم موقنون بنزول عيسى، ولهذا لا يفجأهم نزول عيسى ولا يستغربونه. فإذا نزل عيسى وقد اصطفوا لصلاة الفجر، ما بقي إلا أن يكبر إمامهم، فإذا سمع بعيسى نزل عليه السلام نكص أي رجع القهقر على خلفه ليقدم عيسى يصلي بالناس. وهذا من علمهم وكمالهم ودينهم، لأن الذي يؤم الناس هو أفضلهم وأعلمهم، فيقول عيسى: لا، بل يصلي بعضكم لبعض، فإن بعضكم لبعض إماما تكرمة لهذه الأمة. ولأن عيسى نزل تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولدينه، ولم ينزل عاملا بشريعته التي بدلت ونسخت
بل ورفعت. نعم. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمام، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه السيف المحلى أي مزخرف بماذا؟ بالذهب، مرصع بالذهب، وهذا يدل على أنهم أهل دنيا وعندهم أموال. ومعه ساج وهو البرد الأخضر أي الثياب الغالية، وهي الطيلسان المنسوخة المنسوجة نسجا والمنسوخة نسخا، لأنهم أهل دنيا وأهل إمكانات، لكن ذلك لا يرهب ولا يخيف المؤمنين. نعم. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود، ولا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، فإنه من شجرهم لا ينطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، فتعال فاقتله. نعم. وهذا يدل على أن هذه المقاتلة بين المسلمين واليهود التي يتكلم فيها الحجر والشجر كله إلا الغرقد، أنها في الملحمة العظمى مع المهدي ضد الدجال ومعهم اليهود، لا يكون قبل ذلك. واستثنى عليه الصلاة والسلام شجرة الغرقد. ما هي شجرة الغرقد؟ هي اللي يسمونها القتاد، دونها خرق القتاد. فإن هذه الشجرة لا تفضح اليهود، ولهذا يستزرعونها كثيرا الآن في فلسطين وفي بيت المقدس، لعلها أن تقيهم قتل المسلمين، ولكنها لن تقيهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والسنة كالجمعة. وهذا سبق أنه سئل في حديث النواس ابن سمعان عن مدة بقاء الدجال في الأرض، أي بعد ادعائه أنه رب العالمين وتسليطه على عباد الله، سيبقى كم؟ 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. نعم. وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة. الشررة يعني مدة يسيرة، كما أن الشرارة ما أسرع ما توقد وما أسرع ما تنطفئ. نعم. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. ولهذا يا أخواني، لله در الصحابة، ما أعظم دينهم وما أجل فهمهم وما أدق فقههم، ما أهمهم الدجال على عظم فتنته كما أشغلت قلوبهم هذه الصلاة. فذلك اليوم الطويل أو اليوم القصير، كيف نصلي يا رسول الله؟ قال: أقدروا له قدره، أقدروا لهذا اليوم قدره، فإن كان طويلا انظروا أقرب ما عندكم مما فيه ليل ونهار فقيسوا الصلاة به كما تقيسون الصيام به، فإن كان اليوم طويلا أقدروا له قدره أيضا. وهذا فيه أن الصلاة أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، لا تسقط على الإنسان ما دام عقله في رأسه. الصوم إذا عجز عنه أطعم، الزكاة إذا عجز عنها لم تجب عليه، الحج والعمرة إذا عجز لا تجب عليه، إلا الصلاة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا تسقط الصلاة ما دام في عقله شعور وإدراك. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شارة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، حتى يدخل الوليد يده في الحية، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، وتفر عفى الله عنك، وتفر تفر من من الفرار والهروب، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم عليه السلام، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. نعم، إذا نزل عيسى عليه السلام وقتل الدجال واستؤصل اليهود وأتباعهم من المشركين ومن لف لفهم من الخوارج الذين هم الآن أدوات لهؤلاء اليهود والمشركين، أدوات لشق جماعة المسلمين وتنفيذ مخططات أعداء المسلمين في بلاد المسلمين، إذا نزل عيسى ينزل حكما عدلا دل على أنه يتولى القضاء، وإلا كيف يعرف عدله إلا بتوليه، يتولى القضاء بأي شريعة؟ بشريعته المنسوخة أم بالقانون الفرنسي والإنجليزي والقانون الدولي؟ لا، بشريعة الإسلام، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حكما عدلا وإماما مقسطا، يعدل ويحكم الناس بشرع الله، يدق الصليب أن يكسره الذي هو أعظم الفرى افتراها النصارى على عيسى، أن ابن الله صلب فداء وتضحية للبشرية، ويذبح الخنزير الذي تأكله النصارى، ويضع الجزية، معنى يضعها لا يقبلها، إما إسلام أو مجاهدة، وهذا دليل لما ذهب إليه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإمام الدعوة، أن أخذ الجزية مرده إلى ولي الأمر، إن رأى المصلحة والمنفعة أخذها أخذت من الكفار، وإلا فلا تؤخذ، ولهذا أخذ النبي الجزية من بعض المشركين ولم يأخذها من أكثرهم. هل أخذ من أهل مكة جزية؟ هل أخذ من كفار تميم جزية؟ هل أخذ من كفار هوازن جزية؟ أجيبوا، ما أخذ، لكنه أخذ من كفار تغلب الجزية، ومن نصارى نجران، ومن مجوس هجر، أخذ منهم الجزية، دل على أن أخذ الجزية ومنعها أنها من خصوصيات ولي الأمر يراعي فيها مصالح المسلمين، وهذا هو الأصل، أن ولي الأمر له قيام أمر الدنيا في سياساتها وفي مصالحها، فيرجع الأمر إليه، إن أحسن له أجر من أحسن به، وإن أساء فعليه وزره، ولا ينازع ولي الأمر أمره. ثم يترك الصدقة عيسى، ما معنى ترك الصدقة؟ حتى لا يسعى على شارة ولا على بعير، أي أن الزكاة تترك تجمع وليس لها آخذ، الناس كلهم أغنياء مستغنون، في زماننا الناس مشفوحون على هذه الصدقات، حتى إن الصدقة والزكاة يأخذها من ليس أهلا، لأنه لم يشبع من هذه الدنيا ولن يشبع، لكن في زمن عيسى ينزل الصلاح والخير والقناعة وينتشر المال، حتى إن المهدي يحثوه حثوا ولا يعده عدا، وترفع فلا يسعى على شارة ولا بعير، لا يسعى على منصب ورتبة
ويعلق نجوم وألوية في كتفه، لا، ولا على بعير ما يسعى إلى مال وإلى غنى وترفع الشحناء والتباغض. الآن الشحناء تزيد ولا تنقص؟ الحسد والحقد والشحناء والبغضة تزيد إلى أن يبلغ منتهاها في زمن عيسى، فيزول هذا كله وتنزع حمة أو حمة كل ذي حمة. أصل الحمة إبرة العقرب، الإبرة الحادة للعقرب تسمى حمة، أي أن ذوات السموم لا يسري سمها، لا عقرب ولا حية ولا دبور ولا غيرها، لأن الله رفع الشر حتى في البهائم والحيوانات والفواسق، يرفع الشر حتى يدخل الوليد، ما الوليد؟ الطفل الصغير، يدخل يده في الحية فلا تضره، لأن الشر الذي فيها نزعه الله كما نزع البغضاء والشحناء والحسد من القلوب. وتفر الوليدة الصغار من الغنم الجفرة الصخلة، تهجج الأسد، أي تركض على الأسد فيهرب منها. لماذا؟ لأن الشر زال، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، كلب الغنم يحرسها ولا يأكلها؟ ولهذا الكلب وفي، وكثير من الخلق غير وفي، أليس كذلك؟ غنم مال، الكلب يحرسها، وكثير من الناس لو تحط عنده مال يبلعه، لا يحرسه وإنما يبلعه. قال وتملأ الأرض، وتملأ الأرض، الأرض من السلم أي من السلام والاطمئنان، لأن الله نزع الشرور كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، يجتمع الناس على كلمة سواء. ما الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله. لا يجمع الناس إلا الدين، ولا يجمع الناس إلا توحيد رب العالمين. به جمع النبي صلى الله عليه وسلم العرب مع العجم، الأبيض مع الأسود، الغني مع الفقير، الشريف والوضيع. ومهما حاول الناس أن يجتمعوا بغير الدين فلن يجتمعوا، لن تجمعهم أرض ولا لغة ولا وطن ولا لون ولا عرق ولا طائفة، إنما يجمعهم دين الله. وفي هذا فضل الاجتماع، وأن من أعظم أسباب النجاة من الفتن اجتماع الكلمة. ومرنا في أول الأحاديث حديث من؟ حذيفة، في ذكر الفتن الذي هو أصلها، قال يا رسول الله، لما ذكر الشر المستحكم، قال ما تلزمني إن ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم الجماعة والإمام، لأنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة، صلى الله عليه وسلم. قال وتضع الحرب أوزارها، ما في كفار يقاتلون، خلاص ما في معاندون يجاهدون، الناس أسلموا وأذعنوا وانقادوا لله رب العالمين. وتسلب قريش ملكها، أن يكون الملك في غير قريش. وهذا من أدلة المحققين من العلماء أنه لا يلزم أن يكون ولي الأمر والخليفة قرشي، إن وجد الأصلح وبايعه الناس انعقدت له البيعة، قرشي أو غيره. نعم الأولى أنه من قريش، لكن إذا انعقدت البيعة لغير قرشي تمت هذه البيعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول بعض الناس إن الحضارة الغربية هي الدجال،
وإن التلفاز هو الدجال لأن عينه واحدة، وبعضهم ألف كتابا وسماه قراءة سياسية للمسيح الدجال. هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، ومن صرف أدلة الشرع وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير معناها. نعم، الحضارات بأنواعها من وسائل الدجال، أما أن يقال هي عين الدجال أو أن التلفاز هو الدجال هذا جهل، وهو في الحقيقة تضمين لتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. هل التلفاز يأمرك بجنة وبنار؟ هل يأمرك بأن تشرك بالله؟ لتعرفوا أنه إنما أتي المسلمون من أين؟ من غلبة الجهال ولعبهم عليهم حتى في أمر دينهم، ولهذا علاج هؤلاء هو بالعلم. العلم يكشف هؤلاء المدعين، ويكشف هؤلاء المتطاولين، ويكشف هؤلاء المؤولين المحرفين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز لأحد أن ينزل بعض علامات القيامة على حوادث عادية قد تكرر؟ ذكرنا هذا في درس الأمس، وهو أن أهل السنة والجماعة لا ينزلون أحاديث الفتن على الأعيان إلا من طابقت وصفه بتطبيق أهل العلم لها. أما أن تنزل على الحوادث توظيفا لها واستغلالا لها وجلبا لمشاعر الناس تجاهها، فإن هذا من الصرف عن دين الله الذي هو بضاعة الجهال والمتعالمون، ولا ينطلي إلا على أمثالهم، والله أعلم. يقول: هل الشرك في بعض أفراد الربوبية لا يخرج صاحبه في دائرة الإسلام؟ لو فهم هذا معنى الشرك في الربوبية لعرف أن الشرك في الربوبية يخرج صاحبه من الملة. ما الربوبية؟ الربوبية إفراد الله بأفعاله، فإن اعتقد أن خالقا غير الله أشرك مع الله في الربوبية، إن اعتقد أن مقدرا غير الله أشرك في الربوبية، إن اعتقد أن نافعا ضارا، يقول الولي الفلاني والضريح الفلاني ينفع من استجار به، يضر من لم يقصده، اعتقد نافعا مع ضارا مع الله في الربوبية. أو اعتقد أن أحدا يعلم الغيب، كاهنا أو ساحرا أو دجالا يعلم الغيب، نازع الله في علم الغيب. فالشرك في الربوبية مخرج من الملة، مخرج لصاحبه من الملة، وهو أقبح أنواع الشرك، ومنه شرك فرعون الذي قال: أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والله أعلم. يقول: هل إذا قيل الدجال اجعل الشمس تشرق من الغرب هل يستطيع؟ يخسى ويعقب ما يستطيع. نعم لا يستطيع، بل لا يستطيع أن يحيي الميت، إنما يلعب على الناس بالجن الذين معه والشياطين الذين يأتون بأمره فيريهم أنه أحيى الميت. وما يكون أكثر ما يكون في هذا الشاب الذي أحياه ثم أماته بإذن الله له ليبلغ شره منتهاه، إذ بعده لا يسلط على أحد غيره، والله أعلم. ولو كان الدجال يحيي الموتى لأحيا نفسه، ولمنع نفسه إيش؟ الموت والقتل الذي سيقتله به عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: الدجال أين يخرج وأول ما يخرج؟ هل تريد أن تذهب في استقباله؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن زمان خروجه وعلامات خروجه لنحذر، وأنه سيخرج خلة، أي على حين فجأة، بين الشام والعراق. وذكرنا أنه سيخرج أول ما يخرج من أرض خراسان، والله أعلم. قال الذي يرد على الدجال: رجل واحد أم رجال؟ هم عدة رجال، لكن أكملهم هذا الشاب المؤمن، هذا الشاب هو أكملهم الذي يثبت على امتحان الدجال وترهيبه ووعيده فيثبت على ذلك.